اهلا بيكم وحلقه جديده واسبوع جديد زي ما وعدتكم على الصفحه. الاسبوع ده هنعمل وصفات الباستا، هيبقى فيه انواع مكرونه مميزه على مدار الاسبوع، لكن ما ينفعش اول حلقه نعديها من غير ما نعمل عجينه الباستا. النهارده هنعمل عجينه مكرونه في البيت، هنتعامل معاها يمكن بالمكنه عشان بس افرد، لكن هنشكل بايدينا ونشوف ايه اللي ممكن نطلعه بايدينا بس كاشكال للمكرونه. كمان هنعمل الرافيولي وهنعمل تورتليني او اللي هي الحاجات اللي بتبقى زي ممكن نقول عليها في المطبخ الشامي، مش عارفه نسيت اسمها ازاي، بس شيش برك، زي الشيش برك بالظبط. طيب خلينا نقول المكونات. العجينه بتاعت الباستا بحتاج لها 6 صفار بيض، مش البيضه كامله بس الصفار بس. هحتاج 3 كوبايات وتلت من الدقيق، والدقيق لازم يكون نوعيه حلوه، وهحتاج كمان نص كوبايه من السمولينا. بالنسبه للناس النباتيين او اللي ما بياكلوش بيض ممكن يعملوا نفس المكونات بس يزودوا مده العجن، وهحتاج ميه حسب العجين. طيب اول حاجه هعملها ان انا هفصل الصفار عن البياض. خلوني اجيب بوله، عندي هنا يعني خلينا نقول نحط كل ده هنا. ماشي، هنحتاج بولة صغيرة او بولة كبيرة من دول. هاخد البياض او هاخد الصفار وهخلي البياض على جنب. البياض طالما ما تلوثش بالصفار زي ما قلت ممكن، او لما تكون البولة كمان ناشفة ممكن نجمده من غير اي مشاكل، ولما نخرجه من الفريزر سهل جدا ان احنا نعمل بيه مورانج من غير اي مشاكل بتاتا، بينفخ معانا ويتضرب وكل حاجه. اهو العجينة دي أنا تعلمتها من صديقة، وهي كوشومبيير اللي هي رفيقة السكن أو رفيقة الغرفة اللي كانت معايا في الجامعة، كانت إيطالية، ودي كانت يعني تعلمت منها حاجات كتير، منها الجبن أو الموزاريلا نفسها. كده أنا وسخت الصفار، يبقى الصفار ده كبيره يروح للكيك، ما ينفعش يروح لحاجة تانية. هقول لكم الغلطه اللي عملتها في البيض، او مش غلطه بس هي بحكم ظروف التصوير. الغلطه بقى ان انا استخدمت البيض درجه حراره الغرفه، او يمكن قعد في الغرفه لحد ما سخن، لكن لو حابين ان هو ما يحصلش فيه المشكله ان هو يتلوث بالصفار دي لازم تخلوه او تطلعوه من الثلاجه على او على سطح العمل على طول، على اساس ان البياض يبقى مفصول على الصفار. طيب هجيب اقرب مني المكونات، قلنا صفار البيض، الدقيق، السمولينا، والمية حسب العجينة ما تطلب. هاخد الأول الدقيق، هحط السمولينا وهقلب السمولينا مع الدقيق بحيث ان هما يختلطوا حبة حبة. الصفار البيض ده هو اللي بيدي العجينة المكرونة اللون الأصفر الحلو بتاعها ده. طيب هعمل حفرة هنا في النص، الحفرة دي هي اللي هنزل فيها بالصفار. اوبا، هاخد الأول بالشوكة كده أخلط الصفار مع الدقيق والسمولينا، تمام كده. هبتدي اشيل خواتمي بقى وابتدي اشتغل بايدي، هزود الميه حسب ما العجينه تطلب، ما تنزلوش بالميه مره واحده لانه العجينه ممكن تميه مننا. هاي
هبتدي ألم العجينة. تمام، العجينة بتاعت المكرونة بتبقى عجينة بعرق، يعني مش عجينة ناعمة زي ما العجينة بتاعت العجاين او البيتزا والحاجات دي، هي بتبقى عجينة بعرق، بس بنريحها فترة معينة في التلاجة حوالي ساعة. ده اللي بيخلي الجلوتين بتاع الدقيق يتفاعل مع البيض وبيخلي العجينة تنجح معانا. طيب هزود شوية مية كمان. بالشكل ده شفتوه، حتى تحسوا انه العجينه بتدفع، يعني انت بتدفعيها لهنا بس هي بتدفعك لبره، ده معناه ان العجينه فيها عرق، وده اللي احنا عايزينه، لازم العرق ده للمكرونه لانه بعد كده في الثلاجه بتظبط كويس قوي. تمام، يعني تقريبا نقول خدت مننا 3 ارباع كوبايه ميه، وده حسب الدقيق زي ما قلت، عشان كده ما حددتش الكميه في الوصفه، قلت الميه حسب العجين. ده قوام العجينه بالشكل ده، لازم ندعكها على الكاونتر على الاقل حوالي 5 دقايق، دايما بندعك بالراحه بتاعه الايد لحد ما تلم معانا وتنعم العجينه شويه. طيب وبعدين بنلفها في بلاستيك وبنريحها. انا طبعا عامله او مريحه عجينه، وهحاول اشتغل سريعا على اساس ان احنا نعمل على الاقل حاجه قبل الحلقه ما تخلص. هجيب بقى، انا بشتغل بسرعه عشان عايزه اعمل لكم حاجات كتيره قوي. هجيب العجينه اللي انا محضراها، يعني هاخد شويه منها عشان اوريكم كذا حاجه. هي لما بترتاح في التلاجة بيبقى ده قوامها بالظبط. ببتدي اجيب بقى دقيق يساعدني في كل اللي انا هشتغله، وبقص العجينة على شكل قطع بالشكل ده، وابتدي في العجانة، او لو ما عندكوش المكنة ممكن ببساطة تشتغلوا بالنشابة، بس بتاخد مجهود شوية. على اوسع عين بالشكل ده، ودايما ندي دقيق. الموضوع حتى ممتع، والاطفال عندكم في البيت ممكن يوم الاجازه يبقى زي وركشوب كده للمكرونه. دايما بنقول كده بنحس ان المكرونه بتعذبنا، بنقفلها، عملناها في حلقه السمبوسه لو فاكرين، بنقفلها كده على اساس تبقى زي حزام بيلف كده ومريحنا على الاخر. طيب هنبتدي بقى نضيق، يعني لفتين على كل نمرة او 3 لفات. بعدين الرقم الثالث بنبتدي من 1 دايما. ودايما الدقيق حبيبنا في الحركة دي. اهي اتفتحت، ممكن اقفلها تاني ما تقلقوش. وبنمشي لحد رقم 4. تمام، امتى نعرف بقى ان المكرونة عجينتها ناجحة؟ بنعرفها في اللحظة دي، هوريكم. صبرا يا آل ياسر. هناخد بقى السكينة نقطع هنا. امتى بقى نعرف ان المكرونة، ولو ان انا شايفاها شوية لسه تخينة، بس دي الحركة اللي بتخلي المكرونة نعرفها اذا مظبوطة ولا لا. لما نعمل كده وتتهز العجينة، ده معناه ان العجينة مظبوطة، يعني حتى مش هحتاج ان انا الفها. لو نفخت فيها
والحاجه او العجينه ما ارتفعتش معاكم يبقى العجينه مش ناجحه. طيب دلوقتي هنبتدي تشكيل العجينه. لما بنتكلم مثلا على الفيتوتشيني او التاجلياتيل نعمل حاجه لطيفه جدا، طبعا دي صغيره على التاجلياتيل، بس خلينا نقول لازانيا. اللازانيا بنعمل كده، كده، وبنحطها بالشكل ده، ودايما الدقيق وسطيها ونسيبها لحد ما تنشف. دي صغيرة شوية على اللازانيا. اهو ده كده انا عملت لازانيا في البيت، ده شكل اللازانيا. لو عايزة اعمل مثلا، خلينا نقول عايزين نعمل فارفيلي اللي هي زي الفيونكات، الفارفيلي بقى بناخد كده وبعدين كده وبعدين كده، هقطعهم بقى بالشكل ده. هاجي بقى اخد احطهم على جنب لحد ما ينشفوا. المكرونة بتحتاج يوم عشان تنشف. اهو كده انا بعمل الفارفيلي، وصدقوني دي بتبقى احلى من بتاعت بره. الايطاليين اصلا عندهم يعني المطاعم الكويسة والكبيرة هي اللي بتعمل المكرونة عندها، مش بتجيبها من بره. وهطلع فاصل بقى اكمل الفارفيلي بتاعي، وهنرجع بعد الفاصل نعمل اشكال تانية. اشوفكم بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل. حلقة الباستا وعجينة الباستا واشكال الباستا لسه مستمرة. دلوقتي هنعمل مثلا الكانيلوني. الكانيلوني بنستخدم المواسير اللي بتبقى بنستخدمها للمعجنات دي. لو ما فيش المواسير دي ممكن نعمل ببساطة الورق الفويل، نكرمشه كده على شكل صباع، وبعدين نلف عليه مربعات او مستطيلات من المكرونة. بس المهم ندي دقيق عشان نسهل علينا ان احنا نفكه لما ينشف. دايما المكرونة بنسيبها يوم في الهواء عشان تمسك نفسها. تمام، ده الكانيلوني اهو. ممكن نعمل واحد تاني او اتنين او حتى تلاتة، مش مشكلة. اهو، ونعمل التالتة كمان زي ما تحبوا، عايزينه بطول الماسورة دي، عايزينه صغير، زي ما انتوا حابين يعني. في الاول وفي الاخر المهم ان احنا نعرف نحشيه بعد كده. طيب عملنا اللازانيا، خلونا دي مش عملنا اللازانيا، عملنا الكانيلوني، عملنا الفارفيلي. ايه اللي ممكن نعمله كمان؟ ممكن نعمل الفيتوتشيني او التاجلياتيل، وكمان حتى السباجيتي. لو ما عندناش العجينة او المكنة بتاعت المكرونة اللي بتقطع السباجيتي، ممكن نشتغل على طول كده بالسكينة. هوريكوا ازاي. طيب خلي دي هنا. عايزين نعمل مثلا التاجلياتيلي او الفيتوتشيني، بنطبق طبعا كل ما كانت العجينة بتاعت المكرونة عريضة كل ما طلع معانا طول الفيتوتشيني حلو قوي. بنطبقها بالشكل ده. اهو هيبقى احسن طبعا لو كان عندنا عرض. وبنقطع كده. طيب عايزين فيتوتشيني نقطع بالسوم كده، عايزين تاجلياتيلي نقطع اعرض. اهو بس طبعا كل ما كان في عرض كل ما كانت اطول. فخلونا نشوف لو ممكن نعملها مثلا، بس المشكلة ان حتى العرض عندي يعني قليل، بس لو كانت مثلا اعرض كده ممكن نعملها احسن. طب خلينا دي طالما هي عندنا عرضها مناسب لحاجة تانية ممكن نعمل بيها حاجة تانية. ممكن نعمل الرافيولي. الرافيولي مثلا على فرض عندي هنا حشوة لحمة،
عندي هنا اللحمه متشمعه حلو، هحط اللحمه هنا شويه بس اهو. اوكي، هاخد بقى العجينه. فاكرين بياض البيض اللي كنا سيبناه ده اللي قلنا مش هنعمل بيه حاجه؟ هنجيبه بقى، هو اللي هنستخدمه للزق الرافيولي بتاعنا. اوبس، تمام، حركينه هنا على جنب. بس عايزه انشف الحته دي عشان لما اجي اشتغل ما تضايقنيش. تمام كده، هجيب بقى العجينه الفها بالشكل ده واضغط كويس قوي. دايما يعني بنحسب مثلا صباعين ونضغط، صباعين ونضغط. عايزين بقى تقطعوها، يعني خلينا مثلا نقطعها مكعبات زي الرافيولي العادي، عايزين تقطعوها على نص هلال زي ما انتوا عايزين. هادي، بسم الله. اجي الرافيولي اهو، تمام. تمام كده، الرافيولي بتاعنا هو ده. هنعمل تاني التورتليني. التورتليني بقى اللي قلنا زي الشيش برك. طيب ممكن نعملها هي كمان باللحمة، ممكن نعملها بالريكوتا مع السبانخ زي ما انتوا حابين. بس خلوني الاول اقطعها على شكل تمام. تمام كده، هديها شكل بقى ايه، مربعات بالشكل ده. طيب هحط شوية لحمة هنا، شوية بس وشوية هنا، حتى دي كبيرة قوي، وشوية هنا. هروح واخدة الحتة دي وهقفل عليها زي السمبوسة مثلث كده، تمام. هطبق دي لهنا وهجيب دي اهو، بتبقى بالشكل ده. دي تورتليني، هنعمل تاني بالشكل ده. مهم نظبطها كويس. نجيب المثلث ده ننزل بيه شوية لتحت ونعمل دي بالشكل ده اهي، اخر واحده معانا، عشان بس عايزه انجز على قد ما اقدر في الاشكال بتاعه المكرونه عشان ابين لكم ان الموضوع سهل جدا اهو. ودي بالنسبه للشوام مش هتبقى صعبه لانه يعني قريبه من الشيش برك. طيب شويه العجينه اللي فاضلين دول احنا ممكن نعمل بيهم حاجه لطيفه جدا. انا بحب اعمل نوع جميل جدا زي النيوكي. النيوكي ده انا كانت عندي باليتا كده للزبده بستخدمها، او ممكن تستخدموا المبشره، بتدي نفس الشكل ونفس كل حاجه. دي عشان فيها دقيق، ممكن اجيب واحده تانية. طيب
ده برضو هيعجبكوا جدا. باخد كور صغيره من العجينه يعني تقريبا قد كده. زمان في ايطاليا ما كانش فيه مكان، كانوا بيعملوا كل حاجه بالايد. تمام، فباخد وبضغطه بالشكل ده عشان يتفرد. تمام، باخده وهو مفروض كده وبحطه هنا اهو زي النيوكي بالظبط كده. هعمل تاني بس صغروا الحبة بتاعت العجينة عشان ما تبقاش كتير او تلفش كتير يعني اهو. وبعدين على الحتة المشرشرة دي يعني كده العجينة عشان فيها دقيق بالشكل ده. شفتوا لما بتبقى صغيرة بتبقى جميلة جدا. ده اللي قلنا زي النيوكي، ودي ممكن تتعمل على الباليتة. للناس اللي عندها الزبدة او باليتة الزبدة بتاعت زمان دي بيعملوها بسهولة، لكن لو عندك مبشرة برضو ممكن تعمليها عليها. اهو تمام كده. اخر حاجه ممكن اعملها، ممكن اعمل الفوزيلي. الفوزيلي الهاند ميد او اللي بتتعمل بالايد سهله، هي برضو بتبقى رائعه جدا. بناخد العجينه، بصوا بقى، ببتدي افردها رفيع قوي بالشكل ده. بجيب الخلة او السيخ الخشب، بنحط السيخ بالشكل ده وبنمشي واحنا بنبرم ونقطع. دي الفوزيلي بتاعت زمان قبل ما يعملوا المكن بقى ايه اللي بيلولي المكرونة. ولحد دلوقتي البيوت والمطاعم في ايطاليا بيقدموا لك الهوم ميد فوزيلي بالشكل ده. كنت دايما باكلها بالشكل ده، حتى لو شفتوا الفيديوهات بتاع الطباخين الايطاليين الكبار زي كارلوتشوز والحاجات دي هتلاقوهم بيعملوا مكرونه بالشكل ده، او اللي هي الفوزيلي الهاند ميد اللي بتتعمل في البيت. طب اخر واحده هعملها، وكان نفسي بصراحه نكمل مع بعض ونعمل كذا حاجه زي الفيتوتشيني زي السباجيتي، بس للاسف وقت الحلقه خلص. اوعدكم ان الاسبوع ده هيبقى مميز جدا وهتبقى وصفات مكرونه ما حصلتش. تابعونا الحلقات اللي جايه، اشوفكم الحلقه الجايه وصفات احلى واحلى من مطبخ اسيا.